مثل مواعيدكم مشاهدينا، محطتنا يلي لها علاقة بالحقوق بشكل عام رجعت تاخذ محلها بعالم الصباح، وضيفتنا المحامية إقبال دوغان بوين حقك. عزيز صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، اشتقنا لك. أي أكيد. وضروري نعرف حقوقنا دايما، ونعرف كثير من الأمور يلي لها علاقة بحق الإنسان بشكل عام. حكينا بما مضى كثير إذا بدي تفاصيل عن المرأة وشو لازم تطالب فيه وشو الأشياء اللي لازم تعرفها. اليوم الإنسان خلينا نحكي يلي هو مفهوم يلي هو أكثر، هو الأساس يعني. هلا مرأة أو رجل، بس في كمان إنسان، واحد يحس حاله عم بعيش إنسانيته. بدنا نحكي انطلاقا من يعني من أول اتفاقية صارت لحقوق الإنسان، ومن بعدها نرجع نتفرع نحن وياك. صح. شوفي، مرق بالأول أول نص من القرن الماضي العشرين حربين عالميتين كابد منهم المجتمع الإنساني الأهوال، والاقتصاد العالمي كله انهار، وما يعني ما توفر ولا بلد. لما بيكون حرب محدودة بمنطقة شيء بيكون الناس فيها مثلا تروح على غير منطقة أو تعمل أشغال، بس لما تكون حرب عالمية، الحرب العالمية تنذكر يعني وما تنعاد أبدا. ال 14 يلي صار فيها مجاعات وهيدا وال 39 لل 41، فبالفعل العالم كله طلع من هالحربين بيقول نحن ما بقى بدنا حروب، بدنا نحن نحافظ على الانسان ونحافظ على ولكن للاسف انه يعني عم يحكوا هيك، ولكن كانوا ضامرين انه في ناس تسيطر على ناس. صحيح. وعلى ارزاقها، ولكن كان في ناس بالفعل امنين انه لازم يكون في شرعه لحقوق الانسان. هالشرعه صحيح اذا ما تحققت كلها، بس على القليله انت عندك قانون تقولي وين هون، وين هالمادة، وين هالشي اللي واحد يقدر يطالب فيه. يعني دايما هلأ القانون بينعمل لينحط حدود للناس. صح. هلأ ما كان في قانون عالمي إنساني، كان في هيك عصبة الأمم قبل، ولكن ما كان في هالشي اللي لقى العالم ضرورة أنه ينحط شرعة لحقوق الإنسان. وهل أول شرعة قوية كتير وهي الأساس لكل العلوم اللي إجت من بعدها والاتفاقيات الدولية، وصار في شيء اسمه دولي، ما عاد كل دولة بدولتها، صار في مجتمع دولي. هالمجتمع الدولي عمل أول وثيقة كتير مهمة وهي الأساس، ويعتبروها الأم والمرجع لكل الاتفاقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشان يعني يحمي الإنسان من كل قضايا الطغيان والحرمان والتطرف، يحمي ويطالب كمان بنفس الوقت. يعني في شو حط نظام شامل للحقوق السياسية، وما قبل بس بالحقوق السياسية بالعالم، برضو قال للإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولازم يكون في مساواة بين الناس. وكل إنسان يعني أول شغلة قال عن الكرامة الإنسانية، إنه الإنسان هو البشر، هو يلي يعني أكثر شيء لازم يكون عنده حقوق. صح. من بين كل الكائنات، لأنه هو الإنسان المفكر العاقل إلى آخره. وعملوا بعد المؤتمر تبع سان فرانسيسكو عملوا لجنة، هي من بعد الحرب العالمية عملوا منظمة الأمم المتحدة. هلأ منظمة الأمم المتحدة هي فيها 6 فروع يلي هلأ موجودة لحد هلأ. أول شيء الهيئة العامة، يعني كل الدول يلي مشتركة بهالمنظمة ومتفقة على كل الاتفاقات الدولية بدها بالأساس تقبل فيها وتنفذها ببلدها. صحيح. صحيح. ثانيا الأمين العام يلي هلأ مثلا كل فترة بيغيروا الأمين العام بينتخبوه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، مجلس الوصاية، ولسه في واحدة تلت إخرانية، مجلس الأمن. أوكي. مجلس الأمن يلي له صفة يعني هيدي اللي ضربت شوي، انه الخمسة منه
دائمين العضوية للدول الكبرى وإلهم حق النقد الفيتو كانوا ما عملناش. وفي 13 واحد من الدول تجي بالانتخاب من وقت لوقت. في من فترة صغيرة كان لبنان بلدنا هو عضو بمجلس الأمن. أكيد لا بيأثروا. يعني هي أكتر شيء ما إلا بس وقت اللي كان بلدان أكتر من 100 وشوي بلدان بيتفقوا على شيء وفجأة بيطلع لك فيتو على الموضوع. يعني مشان هيك في فيتو مقابل كمان. يعني هول الخمسة مش عم يتفقوا على كل شيء. يعني صايرة في صراعات بيناتهم. هلا هيدا أحسن مكان، بس هيدا مختلف عن الإعلان العالمي. الإعلان العالمي قانون، يعني وثيقة انعملت بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هو واحدة من منظمة الأمم المتحدة، انعمل فيها مفوضية لحقوق الإنسان بهذيك الوقت بالأربعينات. هلا مفوضية مألفة من 18 قبل ما ينعلن 18 شخص، خمسة منهم كمان من الدول الكبرى و13 من الدول الباقيين. ولكن الواقع انه يلي هيدا ابو هالاعلان هو شخص صغير من بلد صغير، هو لبنان يمكن اصغر بلاد العالم، يلي من ضيعة اسمها بطران، اللي هو الدكتور شارل مالك. دكتور شارل مالك كان هو بهاللجنة هيدي الاقتصادية والاجتماعية، كان هو مقرر هاللجنة، كانت رئيستها مدام روزفلت. مدام روزفلت كان جوزها هو رئيس الولايات المتحدة، بس كانت هي بالفعل سيدة عظيمة من أجل حقوق الإنسان. وللأسف يعني ب48 هن قبلهم، قبل ما يعملوا هيدا الشرعة، انعملت أكبر جريمة بتاريخ الإنسانية، هي جريمة تقسيم فلسطين وأعطاء جزء منها لليهود. هلا عملتوا المنظمة، لأن كمان مش بنيتهم يقسموها، بنيتهم ياخدوها كلها قبل. لا قبل كان قابلين بالتقسيم، ولكن نحن ما قبلنا. يعني العرب هن والفلسطينيين، لا أكيد لا، مش مين بده يعطي بيته لحدا تاني يعني أو بلده، عرفتي كيف؟ ولكن هن في عندهم مخطط، للأسف نحن اللي عم نساعدهم أنه ينفذوه. هلا هن ما قالوا لأنه صارت هالجريمة وكان موجود الاتفاقية كلها هيدي تاعت التقسيم على الأمم المتحدة لإعادة النظر فيها، قاموا أعلنوا دولة إسرائيل واعترف فيها بعد 5 دقائق الترومان الهاي. وعلى الأساس ما قبلوا يلي هاللجنة، قال برضو بدهم يكملوا ليعملوا إعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقعدوا يشتغلوا فيه. هلا اللي صار انه شارل مالك كان معه واحد من العرب من مصر اسمه عثمان عيد، وبعدين اجى من بعد عثمان عيد واحد اسمه عمر لطفي. فانتخب شارل مالك رئيس المفوضيه، ورجع انتخب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورجع انتخب بناء على اقتراح فارس الخوري اللي صار بعدين رئيس وزراء سوريا. كان ونحن دائما نقول انه سوريا ما كانت ابدا عندها قضيه طائفيه، لانه فارس خوري عمل رئيس وزراء سوريا. هو اقترح انه يجي شارل مالك عضو اللجنه الثالثه. شو اللجنه الثالثه؟ هيدي اللي كانت مؤهله انه تعمل القانون تبع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتدرسه لوحدها وبسرية، وتدرسوا مع اللجان، وبعدين مشان يقدروا يعلنوه. كمان كان شارل مالك رئيس لهالجنة، يعني كان رئيس 3 لجان. بس تعرفوا قديش لبنان قديش كتير مهم، قديش هالرجل نحن لازم قديش نقدره، لأنه رغم كل الظروف وكل الضغوط تم مصر على قصة حقوق الإنسان. وبالفعل بسنة 48 بكانون تاني سنة 48 أعلن هيدا القانون. هلأ اعلن هيدا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولكن لنقدر نشوف نحن بيهمنا لبنان بالموضوع، وبيهمنا بعدين لبنان ابو هيدا ابو الاعلان. التطبيق الى حد ما، دايما بقولك انا القانون بينعمل رادع، يعني لتكون انت عندك مقياس. يعني مثلا اذا في جريمة كيف بدك تقيسيها؟ بتقيسيها القانون كيف بيحطها باي حد. مشان هيك الناس لما بدها تعمل جريمه المفروض تشوف انه انا ورا هالجريمه في عقوبه، عرفتي؟ هلا مش ما صرنا بالعالم المثالي، بس الى حد ما
عنا وثائق نقدر نحتج فيها. هلا شوفي انت شو عم يصير مثلا بسوريا، شو صار بالعراق، شو صار باليمن، هل اللجان تعول حقوق الانسان، العفو الدوليه، كلها عم تعطي تقارير عم بتابع. ولو كان ما موجودين هون كان كل شيء عم يصير فضايع اكثر يمكن، وما كان حدا بيعرف، ما كان حدا عارف. فاذا هي عم تظهر هالشيء وهي موجوده للمراقبه وال بس يعني بعدني انا برجع بقول الانسان وقت اللي عم بيصير في انتهاك لحقوقه لانسانيته لحياته بي بي بشكل عام، ان عملنا تقرير او ما عملنا تقرير، وين المحاسبه؟ يعني بدك حدا يجي يحاسب قتلته هالقد، شو مش بس قتلته هالقد، شو لازم نعمل لانكم قتلته؟ محكمه العدل الدوليه لاول مره يعني بهالفتره هلا يعني بال عم يشتغلوا وهلا هلا يعني برواندا بهيدا شاوشيسكو بس عم تاخذ الامور كثير وقت. ايه طيب عم تاخذ كثير وقت. ايه سمعنا انه في بس انه صار في محاسبه الناس اللي يعني عملوا مجازر مجرم حرب مجرم حرب. هلا شوفي النازيين كلهم تحاكموا، هلا كل هالمجرمين كلهم عم يتحاكموا، والمجرمين اللي هلا عنا معروفين بدهم يجي وقت يتحاكموا اكيد. بس انا عم اقول لك انه ما فيك توصلي للمثاليه، ولكن انت لما بتحطي قواعد موجوده على القليله بصير بنقاس عليها الجرائم اللي عم تصير. بدي احكي لك بعدين عن انه هل مين كيف تلقفوا العالم هالاعلان. بالفعل كل الناس رحبت وكل الدول واغلب الدول يعني عملت فيه والتزمت، ولبنان مثلا مقدمه الدستور يلي هي الاساسيه. هلا بحكي لك عن الديباجي لانه دائما مثلا اي قانون بدنا نعمله نحن ك مقدمه نعمل شو الاسباب، شو الاسباب الموجبه، بنحط اسباب موجبه ليش نحن عم نقترح القانون. هون عملوا ديباجي اسمها ديباجي. هالديباجي يعني شو بدي اقول لك مثلا رئيس الجمهوريه التشيكيه شو قال لما طلع الاعلان لحقوق الانسان بهذيك الوقت، قال للمره الاولى في التاريخ بات لنا وثيقه ساريه المفعول محترمه عموما هي كمراه مرفوعه تعكس بؤس هذا العالم. يعني على القليله في حدا حيصور لك شو عم يصير يعني بالدنيا من انتهاكات. نهى مثال عميم يتيح لنا دوما مقابله واقع الحال به. اليها يمكننا ان نشير بالبنان وباسمه باسم الاعلان يمكننا ان نعمل لمحاربه الظلم. يتالف هذا الاعلان من قلنا ديباجي واعلان 30 ماده. هلا الديباجي هي الاساس يلي عم تشرح فيها كل شيء، يلي حتى المواد اذا فيها اي خلاف او شيء بيرجعوا للديباجي مثل مقدمه الدستور. مثلا مقدمه الدستور اللبناني بيقول انه لبنان بلد عربي، بلد يلتزم بالاتفاقات الدوليه، بلد مؤسس بمنظمه الامم المتحده يعني عم يحط لك الاطارات يلي فيها هيدي الدوله. مشان هيك هيدي الديباجي بهيدا الاعلان كمان نفس الشيء الفه من حيثيات، يعني مثل ما نحن لما بنعمل انا دائما بشبه على قصه القانون لانه اللي بيحكي بالقانون او المحامين او المحاميات بيعرفوا بهالشيء. من حيث بيقول حيث كذا حيث كذا حيث كذا بنعلن هالشيء، ففي عنده 7 حيثيات وفي عنده بعدين شو اسمه الاجهار. هلا 7 حيثيات هن اول 3 لكرامه الانسان يلي هن اهم شيء رح نحكي عنهم امتين بالحلقه الجايه. اوكي لانه وقتنا خلص لليوم. يعطيك الف عافيه. نحن عملنا مثل هيك جوله عامه بس بيهمنا اكثر نحكي بالحلقات الثانيه التفاصيل، يعني بدنا نحكي عن المواد. عظيم. كل ماده بعدين هو عالج كل شيء له علاقه ب وبعدين هو هيدا الاساس لكل الاتفاقيات اللي اجت من بعد ومن اتفاقيه حقوق المراه. يعني هذه من جميع اسباب التمييز ضد المراه. يعطيك الف عافيه. احنا وياكم مشاهدينا رح ننتقل فورا لحتى نكون بمحطتنا التالية عن جديد مع الشيف حسين ورشه مدح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن البراونيز بعد باول فقره فوتنا البراونيز على الفرن شلناها صارت جاهزه عندنا مثل ما عم نشوفها
لكن البراونيز انا عملتهم بشكل كب كيك صغير، لكن هول هن قدامنا بالصينيه، هيدي حبه منهم. بس طبعا بعد في عنا كمان بشكل تاني، خلينا نشوف الشكل الثاني. الشكل الثاني كمان صار فينا نشيلهم من الفرن، لكن البراونيز كمان ايضا مشاهدينا هيدا الشكل الثاني مثل ما عم نشوف. لكن هول شكلين عملتهم لكل المشاهدين. طبعا اذا انتم بتحبوا الصبح يعني على الترويقه او بعد الترويقه تاخذوا حبه صغيره من هول الحبات اللي عملتهم، فينا نحطهم نحن بقوالب صغيره مثل ما انا محضرهم هلا، قوالب صغيره بهالشكل. البراونيز لكن بالجوز، هاي اول طبق صار جاهز باخر فقرتين، برجع بخبركم عن هالوصفه بالتفصيل. هلا هون نجي للرز بالخضار، رح نحمره بالفرن. عندي على النار لكن عندي بصل، عندي جزر، ايضا في عندي بطاطا، رح ضيف ايضا مشاهدينا الكوسه. لكن الكوسه كمان بقطعها بهالشكل لضيفها فوق هالخضار اللي على النار. عندي الرز، رز هندي. طبعا هون نحن مشاهدينا الرز الهندي شو رح اعمل؟ بعد ما كنت مغسله رح ضيف الرز الهندي فوق الخضار، بدي اقلبهم، وايضا ضيف الرزات بصينيه، طبعا صينيه زاز مضاد للحراره لاقدر فوتها على الفرن وستوي الرزات بالفرن. لكن هول عندي الكوسه، رح ضيف الكوسه انا فوق هالخليط، طبعا خليط البصل، خليط البطاطا، وايضا خليط الجزر، ورح ضيف كمان من البازيلا. لكن هيدي البازيلا ايضا رح ضيف البازيلا كمان للخضار، بنحط رشة فلفل اسود، وبنحط طبعا مشاهدينا رشة ملح. اوكي، هيدول الكوسة، ضيف الكوسة مثل ما خبرتكم، عندي رشة ملح، عندي ايضا فلفل اسود، بقلب هالخضار مع بعض، وايضا بستعين بالرزات، ضيف الرزات كمان لالون، بجيب الجاط، لكن عندي جاط زجاج مضاد للحرارة لاقدر فوت الجاط على الفرن. هيدا الجاط قدامي، بقلب الخضار مع الرزات. اوكي، طفي النار وبجي، لكن طفيت تحت الرزات، رح اجي. لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف، رح اسكب الرزات بهيدا الجاط، حط له مي وفوته على الفرن، وباخر فقره بخبركم بالتفصيل عن وصفتنا. هلا بالعوده للغداء. يعطيك الف عافيه شيف حسين، نحن وياك وكل اللي عم بيتابعونا طبعا بيعرفوا انه رح ناخذ بريك، انما من بعدها بلشوا حضروا حالكم لانه مره من جديد انضمت لنا اليوم باستوديو عالم الصباح كارمن، رح نكون مع اتصالاتكم وزودياك.